بسم الله، معكم عمر سليم. هنتكلم على الاوجمانتد رياليتي. الاوجمانتد رياليتي ان انا بحول الموديل بتاعي لحاجه ممكن اشوفها على الورقه، بحيث ان انا مجرد بس امسك ورقه تبدا تشوف الموديل كله موجود على الورقه ديت بادق التفاصيل زي ما نشوف مع بعض دلوقتي. بس المره دي هنشرح على برنامج مختلف اللي هو سمارت رياليتي. الموضوع سهل وبسيط، وان شاء الله هنشرح ازاي امسك موديل الريفت الخاص بيك اللي خاص بشغلك، وابدا اعمل في نفس الخاصيه ديت واحده واحده ان شاء الله. وهنشرح ازاي مثلا من سكتش اب، وازاي من الماكس، وازاي من الاوتوكاد، كل التفاصيل ان شاء الله. ازاي تعمل مشروعك الخاص هنشرحها، فمحدش يستعجل، هي بس فكره وقت كده كام يوم ان شاء الله ونبدا ننزل الشرح. طيب خلينا نشوف الموقع اللي انت ممكن تحمل منه. الموقع اسمه سمارت رياليتي، تمام. تبدا تشوف اي مشروع انت عايز تحمله، اي موديل عايزه. ممكن تعمل نفسك مشروع جديد، تمام. واحدة واحدة إن شاء الله هنخلي كل الناس تعرف تعمل الموضوع دوت، ويبقى لينا ميزة بإذن الله، تمام. طيب خلينا نفتح البرنامج اللي هو اسمه سمارت رياليتي. هتحمله على عادي من جوجل بلاي ببلاش، تمام. أدي هي الورقة، الورقة دي خالص، تمام، أهي مفيش أي حاجة وراها ولا حاجة خالص، تمام. مجرد إن هي بيبدأ يلقطها بيبدأ تشوف الموديل كله زي ما أنت شايف، تمام. خلي بالك هي فعلا الموضوع دقيق، يعني لو ركزت كده هتلاقي مثلا الشبابيك اللي هنا، تمام، ركز فيهم، تمام، هتلاقي هي نفس الشبابيك بالظبط. عندي شبابيكين ناحية دي وثلاث شبابيك، منهم واحد كبير واتنين صغيرين زي ما انت شايف، تمام. ده تحت التطبيقات. انا عندي على الموبايل والتابلت تقريبا مثلا 25 تطبيق للحاجات ديت، فالموضوع قوي جدا، وموضوع ان شاء الله هنستفاد منه. كنت تعمل مشروع تخرج، تبهر الدكتور، تبهر العميل بتاعك. هنشوف برضو ازاي ان انا ممكن مثلا بدل ما ابعت الشغل بتاعي له اوتوكاد كلها، لا ممكن ابعت له حاجه زي كده. لو وافق اقول له ابعت لي الفلوس، تمام، بدل ما ابعت له الشغل كله يبقى معايا وفي الاخر ما يدينيش فلوس، لا انا ابعت له ورقه واحده وابعت له التطبيق، ولو عجبه الشغل خلاص ادفع الفلوس بتاعتي. الاربع نقط دول هما الاربع عصيان اللي ظاهرين معايا في قلب التلج، تمام. ان شاء الله يكون الموضوع سهل وبسيط، ودعواتكم كده ان شاء الله الواحد يكمل تسجيل.